الوطنية بريس تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. في الحقيقة المسائل دازت النزهة، والمسائل كما كانت مرت على أحسن ما يمكن. اللي بغيت نقول للإخوة تقلدوا دابا المجلس، لا، حنا خرجنا بروعين جماعة بيناتو، لأن غنتصافوا في المعارضة من أجل الدفاع عن المصالح، وغنديروا أكثر من اللي كنا في الأغلبية من أجل مصالح ديال بني عيان. أنا الحمد لله من أجل هذا انتخبنا منذ 2002 وحققنا للبلاد مشاريع جد جد مهمة، وأنا أتحدى أي واحد اللي يقول لك ما تحققتش مشاريع ومنجزات في بني عياط. من احسن المشاريع اللي تحققت على صعيد الجهه او على الصعيد الاقليمي، والكل يشهد بذلك من الناس المسؤولين الاقليميين ولا الجهويين وكذلك الوطنيين. الحمد لله كنا في الحكومه من 2002 حتى 2011 حققنا مشاريع، وحتى في المده اللي من 2011 اللي حتى 2021 اللي كنا فيها في المعارضه جبنا مسارع جد مهمه، والارقام لهم مهم متواجده وتحت الاشراف ديال رئاسه المجلس، تحت الاشراف ديال الناس اللي مكلفين دابا. والاضافه اللي بغيت نضيف بان الى حدود اليوم راه خلينا المجلس الجديد حوالي 8 مليار سنتيم باش يخدم الا كان باغي يشتغل. كاين المساله ديال 2 مليار ديال السوق الاسبوعي، الحمد لله راه موجوده واقفه. كاينه واحد 850 ولا 900 مليون من اجل اتمام المشروع ديال الماء الصالح للشرب، اي تحيا والمناطق اللي مازال ما عماش فيها الماء الصالح للشرب. وكاين كذلك مساله ديال الفضاء الترفيهي اللي هو الحمد لله عاد تخلصنا من وزاره الداخليه واحد 75 مليون باش تخلصوا الارض وباش يزيد المشروع يكمل الا كان باغي يكملوه. وهذه هي اهم، وكاين اكثر من هذا واحد المشروع ديال 30 مليون ديال الدرهم، يعني 3 مليار سنتيم اللي عاد توفرنا عليها من الجهه من اجل اتمام التطهير السائل. وكاين حتى كذلك 750 مليون سنتيم تقريبا من اجل مطرح المخصص للنفايات، وهذه كلها ارقام بالتدقيق وراه موجوده، راه الاشاره صغير المجلس يكون باغي يخدم ويخدم. حنا دايرين ليد في ليد ونزيدوا لقدام ان شاء الله. التشكيل ديال المجلس بن عياط فعلا هذا من حق دستوري. حنا فكرنا في الاول على وعسى توصل شي توافقات مع الاخوان، حنا كنا مستعدين باش ندخلوا معاهم حتى حنا من اجل اشتراكنا، لكن هما انعزلوا لواحد الجهه، حنا مشينا حنا انعزلوا من جهه اخرى. حنا كنفكروا مع راسنا عطيناهم ثلاثه ولا اربعه الاقتراحات، قلت لهم عطيونا النصف مثلا في المكتب ونعطيكم الرئاسه للمجلس ما كاين حتى مشكل، بحكم اننا حنا 12 استقلالي معنا جوج الاخوه اللي تحالفوا معنا ديال الحركه الشعبيه، وهما اربعه ولا خمسه الاحزاب. كيقول لك لا، كل واحد عضو منهم ولو عضو في حزب واحد ياخذ خليفه ولا نائب. يعني كان ما نقولش انا تشتت بيناتهم، ولكن عدم انسجام بيننا وبينهم. وحنا في هذا الراي احتفظنا بالحق ديالنا الدستوري اللي هو قانوني، ماشي كما كيقول الانسان هربهم. حنا ما هربنا حد، ما مرتبت علينا بان هربنا شي حد، ان الناس اللي كانوا معنا كلهم كانوا خارجين على خاطرهم. كنا في مناطق مختلفه، شي في الرباط، شي في الدار البيضاء، شي في السطات، شي في القنيطره، يعني ما كناش ملتزمين ما نهربوا حد، لان لو كان كنا هربنا شي حد غادي يكون العائله ديال على الاقل يجيو يديروا الشكايات، وهذا لم يثبت ولن يثبت. حنا الحمد لله رانا الاشاره المجلس ديالنا، وكنفتخروا بالانتساب ديالنا لجماعه بن عياط اللي خدمنا لمده 20 سنه وباقي ان شاء الله نديروا مجهود في المستقبل. وشكرا لكم. الوطنية بريس تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة.